اخواني واخواتي، اسعد الله يومكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه نقول الله يرحم الشيخ عبد اللطيف جميل الذي اسس وزرع هذه البذره الطيبه، شركه عبد اللطيف جميل عام 1945. وهذه الشركه الحقيقه اليوم اصبحت احدى الشركات العالميه الكبرى، فتحيه لكم. أتشرف أن أشارك معكم في ذكرى تأسيس 75 عام لهذه الشركة، والأهم هو مساهمة باب رزق جميل في المسؤولية الاجتماعية في هذا المجتمع. باب رزق جميل ساهم في خلق 360 ألف فرصة وظيفية، وأقرض أكثر من 2.5 مليار ريال في خلال 17 سنة أو 18 سنة منذ تأسيسه، وشارك في دعم أكثر من 270 ألف أسرة منتجة. فتحية لكم من القلب لجميع العاملين على هذا البرنامج الطيب. اليوم المسؤولية الاجتماعية جزء أساسي من مهام القطاع الخاص، دورها النهوض من المجتمع، دورها تنمية الشباب، دورها خلق فرص العمل لأبنائنا وبناتنا. والحمد لله والشكر لله، هناك نماذج جيدة في القطاع الخاص تقود هذه المسؤولية الاجتماعية. أدعو الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا، وأن يتمم علينا مسيرتنا، وأن يساهم في تحقيق إنجازات رؤية 2030 اللي تنقل المملكة إن شاء الله إلى مكانها الحقيقي المفروض لتقود التطوير والنهوض في الاقتصاد في المنطقة. وتحية لكم من القلب.